تعالوا بقى نشوف ايه حدوتة هبة. هبة نموذج مصري مشرف بشكل غير طبيعي ومكافح بشكل مذهل. هبة او ام ولاء، ست مصرية فاضلة جدعة ب 200 و300 الف راجل تقريبا، حاجة كده يعني. بتشتغل في مهنة النقاشة، مهنة صعبة تتطلب فن مما لا شك فيه، بس تتطلب دقة ومجهود وتعاملات وأخد وكلام ومناقشات، مش بس النقاشة والدهانات، لا المناقشات الكتير والتحكم كمان في فريق العمل. بنتها طالبة في المرحلة الإعدادية وبتساعدها في الشغل، طالعة بمليون راجل زي أمها بالظبط. وعندها ابنة تانية طالبة في الفرقة الرابعة بكلية صحافة وإعلام، يعني زميلة مستقبل. هبة بتشتغل في تشطيب المنازل بقى، مش بس في النقاش، حوائط شبابي. بص أنا مش هقدر أتكلم، خلونا نشوف أختنا هبة أم ولاء عملت إيه ووصلت لفين بولادها. انا مدام هبة عبد الرحمن، عندي 3 بنات. الكبيره متجوزه عندها 3 اطفال، الوسطانيه في الفرقه الرابعه كليه اعلام، الثالثه في ثانيه اعدادي. انا منفصله بقالي حوالي 7-8 سنين. من قبل ما انفصل انا كنت شغاله في عياده في سكرتيره مساعده تمريض، بعد ما انفصلت ما زلت شغاله فيها. تعرفت على دكتوره حبت ان هي تعمل شغل عندها في البيت، فجابت حد قال لها مبلغ مش معقول يعني لي. قلت لها لا انا هعملها لك. انا اساسا قاعده في شقه ايجار، فبنقل من شقه لشقه، فاي شقه ما بتعجبنيش او مش نظيفه انا بعملها بايدي، ما بجيبش حد. فهي طبعا ما كانتش راضيه ومش موافقه. قلت لها طب هقول لك حاجه، اجيب لك المون وحضرتك مش خسرانه حاجه، يعني لو الشغل ما عجبكيش حضرتك مش خسرانه حاجه، بس لو الشغل عجبك هتدفعي حق المون ونص المصنعيه اللي الراجل قال لك عليه. بس فوافقت والشغل عجبها جدا، وجابت حد شافه عليا لا لا ما شاء الله شغل حلو قوي. جبت تليفون اندرويد بعديها، بقيت انزل شغلي بقى على النت وكده والاصدقاء يشوفوا كده، بقيت اشتغل للاصدقاء بس. لو الشقه على المحاره باخدها بديها يعني سكينه 2-3 معجون لحد الفينش الاخير طبعا، ويعني تفاصيل الشغل كله، وبسلمها على المفتاح. اكتر شغلي مع ستات، وهو ده دي طبيعتي، ان انا محدده مبدا ان انا ما اشتغلش الا مع الستات بس، او ما اتعاملش الا مع الستات بس. فستات كتير قوي عجبهم الموضوع قوي، اني ما ينفعش ادخل حد غريب في بيتي. وفي رجاله بتكلمني وبتقول لي احنا عايزينك تيجي تعملي وتبقي واقفه مع المدام، عشان انا مش عايزه ادخل راجل غريب في البيت. ولادي طبعا بيشجعوني جدا ومبسوطين وفرحانين بيا قوي. بنتي لما اتخطبت قالت لهم ماما بتشتغل نقاشه، يعني فرح واتبسط. هي اسمها فريده، عندها 14 سنه في ثانيه اعدادي بتدرس، والحمد لله متفوقه في دراستها. في ايام الاجازه بتيجي تساعدني، في ايام مثلا لو عندي شغل بعد الظهر بتيجي بتخلص مدرسه وبتيجي يعني تقف معايا. شغاله دلوقتي حاليا في شقه بنت يتيمه تبع جمعيه دار ايتام. انا حابه ان انا يعني اساعد اي حد، ومش مش مش ايتام بس، يعني اي حد ظروفه نفسه يعمل حاجه ومش قادر يعملها، لا ما عنديش اي مشكله، انا معاكي، يعني انا هعملك اللي انت عايزاه ما دام انت ظروفك مش متاحه. لازم الست تشتغل المهنه اللي هي حباها، ما تقولش لا ما ينفعش ان انا لا دي المهنه دي بتاعت راجل، لا طبعا احنا لازم نكون اقوياء، يعني لازم نشتغل اي حاجه احنا شايفينها ما دام شغلنا صح وشغلنا كويسه نشتغلها، ليه لا؟ بقالي حوالي 7-8 سنين شغاله في المجال، وبحلم وبخطط للمستقبل اني انا اشوف بناتي الاثنين اللي متجوزوش يبقوا في بيوتهم مسطرهم، ويبقوا متفوقين في حياتهم وفي دراستهم بس.